الشيخ سيدية زيارة مفاجئة لمدرسة عقبة بن نافع بمقاطعة عرفات في ولاية نواكشوط الجنوبية، كما تفقد الوزير الأول مقاطع من شبكة الطرق الحضرية في العاصمة، وذلك ضمن الآلية التي استحدثتها الحكومة لمتابعة وتقييم العمل الحكومي. جرت الزيارة بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومدير ديوان الوزير الأول وبعض المكلفين بمهام والمستشارين بالوزارة الأولى وولاة نواكشوط الجنوبية والغربية والسلطات الإدارية والبلدية. ضمن آلية استحدثتها الحكومة لمتابعة وتقييم العمل الحكومي على جميع المستويات، أدى الوزير الأول السيد إسماعيل والبدة والشيخ سيدية زيارة مفاجئة لمدرسة عقبة بن نافع بمقاطعة عرفات في ولاية نواكشوط الجنوبية. الوزير الأول تلقى شروحا من المعنيين حول الطرق التدريس والوضعية العامة لهذه المؤسسة. السيد إسماعيل البدة والشيخ سيدية تجول داخل مختلف فصول المدرسة واطلع على مضمون الدروس التي تقدم للتلاميذ من خلال تصفح دفاترهم، واستفسر القائمين عليها عن سبب النقص الحاصل في الكتب المدرسية عند التلاميذ والنسبة المرتفعة لتغيبهم وغياب صيانة الفصول المدرسية التي تعاني من نقص على مستوى الأبواب والنوافذ، ما يسبب ضررا كبيرا للتلاميذ خاصة في فترة الشتاء. الوزير الأول اطلع بمكتب مدير المدرسة على سجل تغيب التلاميذ والمعلمين وسجل التفتيش المدرسي، مبديا ملاحظاته على طريقة تفتيش المدرسة وضرورة إعداد تقارير يومية موجهة للوزارة الوصية تبين مشاكل المدارس ومتابعتها مع الجهات المختصة حتى تتم تسويتها. المحطة الثانية من الزيارة تفقد خلالها الوزير الأول شارع المختار والداده بمقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية، واطلع على شبه المستنقعات التي تخلفها الأعطاب على مستوى شبكة المياه في العديد من هذه المقاطع. الوزير الأول تلقى شروحا من الجهات المعنية حول المشاكل المطروحة وطرق المعالجة وأسباب هذه الأعطاب المتمثلة أساسا في عدم مراعاة معايير الجودة عند إنجاز أغلب الطرق. قمت اليوم بهذه الزيارات الميدانية في إطار الآلية اللي استحدثت الحكومة، استحدثنا آلية لمتابعة وتقييم العمل الحكومي على جميع المستويات على مستوى الوزراء، ويقدم أمام مجلس الوزراء أسبوعيا، وعلى مستوى الوزراء ملي كلهم على مستويات وعند ذلك متابعة. غير اخترت نعاين مباشرة ليس من رأى كمن سمع للاطلاع أكثر على المشاكل اللي مطروحة، ياك تعطي فكرة عن ونختار نقول هون على إن شاء الله هذه الزيارات متواصلة بإذن الله، ياك أنت دائما مطلعين على اللي خال من أعطاه التعليمات للتصحيح جميع الاختلالات اللي موجودة. اليوم شفنا مدرسة ابتدائية في عرفة، وطلعنا على كثير 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 من النواقص، اولا في البنيان في قاعات مدرسة فيها قاعات صالحة يغير فيها مات قاعتين حالتهم ما تتقابل انهم يقرا فيها تعليمات، اعطيت تعليمات الوزراء المعنيين اليوم يعاينهم اليوم ما وصب بالعادة اللي ما هم يثبت انهم ما هم صالحين للقراية وتوقف القراية في الوقت ويجبر حل ياك يعود قرار مباشر وعجلان ان شاء الله في هذا الموضوع. ولاحظنا كذلك نقص في المناهج الكتب المدرسية، وهذا حقا ما هو مقبول، لا يعدل فيه تحقيق، اللي احنا صدنا الكثير من الأموال الكتب ولا نعرفوا الكتب وش خلق لهم، هو اللي من يعاد وما في مدرسة في نواكشوط فكيف بالداخل؟ يعني هذا مسألة أخرى لاحظنا غياب بعض التلاميذ، ومن هون لا يتكلم الأسرة التربوية كاملة من عند القرايه المعلمين المديرين اللي شارفين على ذا يا غير مولي اباء التلاميذ، اباء التلاميذ الله يعود مسؤولين لا يقبلوا التركه يتغيبوا يكون حد عنده هدر به اللي عمل مشترك. لاحظنا امور بسيط تعدالها وهي ضررها كبير على التلاميذ، هذا الشتاء والقاعات المدرسيه بلاكوا ويشوف حد التركه متقابلين مع الرياح والبرد بتاع، وهذا بسيط تعداله غير هذا هو اللي جعلنا عنا ما نهيه. احنا عاهدنا الشعب الموريتاني على الصراحه وعلى الشفافيه وهي اللي ينتموا عليها ان شاء الله تعالى. والنواقص اللي لاحظنا اللي عاد شمنها مسؤوله عنه وزير
ولا قطاع ملزم بانه يصحوا بالعجله، ومسؤوليته ملزم بانه يعدلها. واذا عاد اللي مولي شيء اخر هيكلي سابقنا ولا هذيك الاحتلالات اللي ياسر اللي لحقنا سابقنا، ما هدفنا قاعد دائما نتمون نشقروا الماضي، غير هم اهلي عنه هم قاعد من شقارتها هم حد يصلحها، هي ما هي شويه غير بعد المهم قاعد لا حد يصلحها. ومثال عليها الثاني اللي هو الزياره الثانيه، هو مشينا لمشاهده هذه الشوارع نشوفوا الطرق، الطرق لاحظنا فيهم لانهم اعمارهم قصار، من التالي معدل اعماره ما هي طوال حد. وذاك اللي زاد هو متباركين نشوفوا اليه من عند التصميم مرورا بالصفقات الين تسليم العمل، ياك يعودوا هذا طليان يعودوا صالحين يعودوا يقدوا فوقته فتره اللي معقوله فنيا عنهم فوقته. شفنا مولي في هون في نواكشوط، شفنا على ان مشكله المياه دائما تنطرح على الشوارع، شيء متعلق بالتنسيق بين الوزارات المعنيه اللي هو على ان يعدل اطلي، قاعد بيجي المورا ذاك يقعد يدقدق اطلي، هذا قدر من التنسيق، وذاك لا ينحد منه لا يوفى ان شاء الله. وفهم اللي مشاكل في المعيات تعود تتاثر زاد هي تخسر اطلي. لان هذه نماذج من اللي شاهدنا، واخترنا تم نعدلوا هذه الزيارات بصفه مفاجئه جميع القطاعات، لا خلق قطاع ما ولا ينجا ولا ينجا مرات مولي، هي لا مره واحده ان شاء الله. والوزراء ملزمين ان شاء الله ولزمنا انهم يقوموا كلهم بعمل خارج الله الشفافيه. شيء خاسر عدلناه مره اخرى ولا نقص في القطاع لا يصلح ولا يصلح القطاع، وين قبالنا انه مثلا الدروس ذاك اللي مترتب عليه، والشيء كيف قلت قبيل ماني راجع له ماضي وخاسر لا ينصلح على كل حال. زيارات متتالية ستشمل جميع القطاعات الحكومية بهدف تقييم العمل والاطلاع أكثر على المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة لها. ومن نشاطات أعضاء الحكومة، أدى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد الداهو السيدي والعمر طالب زيارة توقف